كل شيء صار هذا الأسبوع غريب. غريب أن وزير الداخلية يوقع عقد زواج نضال وخلود المدني. بقوة القانون جرى توثيق أول عقد زواج مدني عقده الثنائي خلود ونضال على الأراضي اللبنانية. وأحمد الأسير يكون بالوقت نفسه عم بيقاتل بالقصير ويعمل فوتو ساشن فوق. غريب أنه الدركي يقول لوليد جنبلاط أستاذ وليد الحزام بيحميك. ويضيف جنبلاط علمتني هذه العبارة درساً لن أنساه. غريب أنه فاطنة جول موجودة لتجيب لنا كهرباء بس مدير فاطنة جول طلب اشتراك بموتور محل مساكن لأنه ما في كهرباء. غريب أنه إسرائيل تحسب 1000 حساب قبل ما تهاجم لبنان. حزب الله ما يحسب ولا حساب قبل ما يتورط بسوريا. غريب أنه يحتفل لبنان بالذكرى 62 لتأسيس الجامعة اللبنانية وما يحضر هذا الاحتفال رئيس الجمهورية بالوقت اللي بيحضر شخصياً بالذكرى المئوية لتأسيس كلية الحقوق بالجامعة اليسوعية. لنحيي معاً مئوية تأسيس كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف للأباء اليسوعيين. غريب أنه البلد في يحكي عن مريم كلينك وفضل شاكر بذات الجملة بس ما في يحكي عن طرابلس والسياحة بذات الجملة. غريب كيف كل الأخبار عم تحكي عن الانتخابات والانتخابات التي أصبحت بلا شكل وما حداً بده الانتخابات. غريب كيف منصدق ليلى عبد اللطيف. يمكن هلا انا اطلع من الباب ماتيلدا باب ال بي سي يجيني الهام اكتبه. وما منصدق قد ايه غريب اللي عم بيصير. وبالنهايه ما غريب الا الشيطان. مساء الغريب والمشت العجيب عناوين الأسبوع. بعد ما ضل سنتين عم بنقل أجيبها الباخرة فاطمة جول أخذت معها 4 أشهر بالبحر لتوصل، شهرين لتنوصل بالمعامل وثلاث أيام لتفحم وتنتزع. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بشأن توقف الباخرة التركية فاطمة جول عن إنتاج الطاقة الكهربائية. ليلى عبد اللطيف غير ميشيل حايك، هو بيجي مرة بالسنة، هي مثل النسوان تجيها الرؤية مرة كل شهر. صرتي مثل برنامج سياسي بيواكب الحدث. ليه؟ وكل مرة بيجي بيقول ما هو الإلهام كل يوم بيجي. نائب وزير الخارجية الروسي بخيل بوغدانوف زار الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية وحضر كم عرس وراح عزة كمان وحينزل على الانتخابات على المقعد الأرثوذكسي محل أسعد حردان كمان إذا ما بتفتح تمك يعني. أنا؟ نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف أكثر الزوار السياسيين الأجانب تصريحاً في لبنان. طيب شو الشيء المشترك بين زيارات ممثلين هوليوود لقواعد المارينز بالعالم وزيارة الشيخ الأسير للأصير؟ إنه أكيد زيارة أنجلينا جولي كانت ترفع المعنويات أكثر. أنا قصداً طلعت وطلعت مع ابني لحتى أشوف هذا الشيء بعيوني وألمسه ولذلك تشجعت وحملت بارودي وقاتلت ونيت. مسلسل وداعاً مصيبة الدراما اللبنانية على شاشة الـ بي سي، بركي لازم نقول وداعاً لهيك إنتاج. وقت الطيارة بخيلة. شو؟ وقت الطيارة؟ رئيس لحود طلع بمقابلة مع جون عزيز شرح فيها قصص غريبة. وهيدي ليل بيعكفوها، شو صار؟ وبيقول لي الأسبوع الماضي استوقف دركي وليد بيك وطلب منه ما يسوق وترجاه يحط الحزام لأنه بيحمي. وليد بيك رد وقال له أنه 30 عنصر اللي معه أنه شو بيشتغله. أبو طلال بيفتح الموضوع. أنا وليد بيك جنبلاطي عسكري. أوب حكمتني رشفة أنا. بوسي رجعت من دبي ولقطت الأسبوع ولحظة الأسبوع أكيد بآخر الحلقة. أنا زهقان وأنا منظره عندي العيان وهيدي نشية الشنان شنان. مساء الخير. الحلم اللي كان مش ممكن يصير حقيقة صار. يس. كهربا ممكن ترجع تصير 24 ساعة. صار فيك تضوي المي السخنة والاي سي بزيت الوقت. حلم الاي سي المي السخنة والسشوار مع بعض إني حلم قديم. حلم كان مش ممكن يتحقق. صح. إيه بس هلا صار كل شيء ممكن والفضل كله للتيار الوطني الحر. دددم. اللي حملوا القضية والمشحاف والبنسة والشاكوش والدلدو على كتافهم وبرهنوا انهم فيهم يعملوا لبنان جديد. والحلم بلش بكبسة زر مع دارين شاهين. لا هذا غير شيء. هلا بدنا نشغل ال المعم ال المجموعة رقم 5 بكوش. وما
ومنقول مبروك للبنانية وإن شاء الله أيامهم من هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة ويطلعوا على الضوء. لبنان 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 كن. بس فجأة الحلم كان too good to be true وبلش الحلم يصحط من بين إيدينا، مشان هيك ما حدا يقلل من قيمة الغابة وشو ممكن يعمل. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بشأن توقف الباخرة التركية فاطمة جول عن إنتاج الطاقة الكهربائية. أصدرت بيانا قالت فيه أن النتائج المخبرية أظهرت أن الفيول المستعمل لم يكن ملائما. من أول ما استلم التيار الوطني اللعبة السياسية والشباب حاملين راية الإصلاح بإيد والشامبانيا بالإيد الثانية. كيف كانوا كلهم هيك مبسوطين؟ ايه مان يلا اكيد مان فرح اكيد مان كتير حلو يعني كأنه عن جد زبط البلد، صدقت عشوائي انه زبط البلد وكله تمام. هي اصل النية اصل النية ايه. هيدا شيء ميكانيكي يا ريته ما حصل، انما حصل مثل واحد بيكون طلع سيارة من الشركة. هلا انا شو ما حكيت مش هممهم، بدهم يسألوني عن فاطمة جول. الفضايح والقال والقيل كتيرة كانت عن السفينة، والنائب محمد عباني كان دايما بالمرصاد، ولما صارت هيدي الفضيحة بقصة البنزين بالمعايير الغلط مين هو الطشم اللي جاب البنزين الغلط، حبينا نشوف شو تعليق النائب عباني. بس كمان كنا نشوف الطرف الآخر، بس ما قبلت ريتا مديرة مكتب الوزير باسيل انه تعلق على الموضوع، وللأسف طلعت القصة من طرف واحد. هلا هيدي الشركة كان عندها مشاكل باكستان صحيح وكمان بالعراق واجا على لبنان نص الدعوة المقدمة من المدعي العام باكستاني على الشركة التركية 90 صفحة تقريبا، وصلت للحكومة مش لجبران، اجوا عطوا الالتزام لهذه الشركة التركية، واحتجت شركة أمريكانية كانت عم بتنافسها بأنه ما سمحوا لها تنزل سعرها، وأنه كانت لو سمحوا لها كانت نزلت أكثر. هلا في رأي بيقول، وهذا مش أنا الرأي إلي بس على ذمة الراوي، أنه هيدي طبيعة أنه الوزارة تأخر فتح السلفة لحتى الشركة التركية يكون عندها وقت مش على مسؤوليتها، على مسؤولية لبنان حتى تصنع باخرة تانية، لأنه باخرة الأولى حاجزينها الباكستانيين. هلأ هيدي الرواية الأولى، الرواية الثانية أنه الحق عليك أنت لأنه لما رحت على الباخرة وتكيت هالزر هذا احرقت الباخرة وارتكبت يعني جريمة حرق موترات بمئات الملايين من الدولارات. أنا حضطر أهرب قبل ما درك يسمعوا كلامك. اسمع مني، اسمع مني قبل ما تنزع الحلقة. حأهرب فركع بكير وحتلاقي بالبرازيل في كم واحد كمان هربانين مثلك. أصدقائي يعني. أصدقائك شو لك؟ يلا عجل عجل. بالإذن شكرا كتير. عجل يلا. جبران بيسيل دغري تحرك تحل الموضوع، اتصل بصديقه خيو الأصلي نيكولاس حناوي بطل تقنية الثيجي والفورجي وقال له جبران مان بك تساعدني، أنا بعرف ليش وقفت فاطمة جول، وقفت لأنه بلشت صيفية وزاد التعليق على عواميد الكهرباء. فقال له الصحناوي وي جوبي سي دوماج، بس إنه أنا وتقنية الفورجي شو فينا نعمل إذا العالم عم بيعلقوا على عواميدك؟ إنه أنا عواميدي بتقنية الثيجي ما حدا عم بيعلق عليهم. فقال له جبران إنه بك تساعدني مان أعمل أبليكيشن على الآيفون اسمه ما تعلق. وهيك جبران نزل الأبليكيشن وراحوا مرافقينه يزيلوا المخالفات. نو واي، عمل أبليكيشن اسمه ما تعلق؟ أنا هلا معلق، أنا هلا معلق، أنا هلا معلق. هنا أحدهم قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية، وللتبليغ عن ذلك عبر تطبيق ما تعلق للهواتف الذكية وصل الوزير جبران باسيل، لكن بعد مخالفته القانون بسلوك الطريق من وزارة الطاقة إلى الدورة عكس السير، التقط الوزير صورة للمخالفة ودشن التطبيق وهكذا أزيلت. ماشي بدك كيف قشط هيدا؟ طب معقول طلع انه ما عنده سيفتي ولا شيء ولا حط على راسه ولا شيء؟ طلع قشط. انا بظبط لك اياها بالانجليزي وبقول هيك يعني طلع بلع على الانترنت. بس اول شيء ليك بدي احيي الوزير جبران باسيل، مزبوط الزلمه عم يشتغل، قد ايه بننتقده بس عم يشتغل. بس يا ترى في جبران ينزل على الضاحيه ويبلش بالمخالفات؟
انه اذا نزل شو حيقولوا له للوزير؟ يلا حبيبي احط من هون، روح العب بالايفون 5 تبعك قدام بيتكم وسلم لي على عمك. من خلال انه من تليفونه بيقدر دغري ياخد صوره بس بكبسه وحده. دم دم دم. الاسبوع الماضي طلع الرئيس لحود بمقابله على الاو تي في مع جون عزيز وحكي فيها عن كثير قصص لاول مره. الموضوع كان غريب شوي. انا عم اقول لك غريب كثير كان الموضوع. عم باكل بفرية بدقلي. تفضل. اي متى؟ يوم الجمعة بالليل ما بنسى كنت بفرية بفقرة بدي اعملها معك؟ قلت له اذا هيك بنزل عم خبرك. واضح. وصلت فت وهيدي ليل بيعرفوها شو صار وبيقول لي بدي يكون حدك. اوف لا 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 هي دغري قال لك اياها من اول يوم؟ انا عم بقول لك كيف ساقبت يعني. نعم. كان لي اول مره بشوفه. قال لي انت بدك تفوت؟ هي اول مره عم بقعد انا وياك تيجي تقول لي هيك. قال لي طيب بدك تفتش على غير قائد جيش حتى يعمل لك اياه. وقفت له انا قلت لك ما باكل. قال لي يعني ما عندك مانع؟ وقتها كيف جبته؟ بدي فوت كله يرجع يطلع يرجع ينزل. رابع مره قال لي هلكت. قال لي شو هذا اجنبي ما بيعرف. اقعد على جنب. قال لي ريوي شو هلا بطلنا نفوت؟ عم خبرك هاو اشي صاري. كفيت طلعت تغير اخد دوش ما كان يجيبه. لا لحظة عم يحكي يدلي. قل له ابدا بدي يفوت بكلها احسن ما يقولوا ماروني ما فات. قلت له بدي يطلع شرقوطة بدي يصير مدابح لانه خلص مصممين. وعمل لي هيك بس انه قام بالصدفة. باردون؟ ايه اجتهم وقتها يعني طلع بكترة يعني. بس اتوصلوا ليت اللي صار صار. بس عم خبرك هودي وقيع صارت. واضح. قال لي مسح بهالصدر هيك حرفيا دغري هوني كان صارت الظهر بلاقي نايم انا لانه ضل واقف اول شيء انا مش قادر اكمل. كفاية بس وصلت لوقت خلص ما عادش يحمل. وفي الليل عشية نص ليل بدق اللي بيقول لي بدي اياك عندي. قال لي لك رح كون صريح معك وانا صرت اعرفك عن كسب وانا بدي كون حدك ما نبلش صفحة جديدة. كانت مشاكل معنا انت ما عادش عندك مشكل معي. بيركض لي قال لي عمالك عمالك ما بنسى وقتها. قال لي اقعد عم انجل هيك بطلع من باب تكفي لك جيت لحقني. قال لي مرجي نقال عمهلك شوي خلينا ناخد شوية وقت. مزبوط بكيته؟ حدا قال لك فازا بكي عندي يعني. هيدي أول مرة بتحكي بهالوضوح عن كل هذه الحقبة. تمام هلا أنت إذا ما بجيب سيري أنا ما بجيب سيري. مش معقول. أوكي بيك صغير هيك صغير. بس نرجع ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف ومسلسل وداعا. إيميل لحود اشتقنا لك يا دود والعاني على الحدود والبسين سرود عبرود. يا عيوني. وقلت له وعينك فوق انت بتجي انا بجي من بعدك. ليك عم تخانقوا بس هو يعني انا ما بدي فضيحه. لا 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 لانه معروفه واضحه. مسلسل باي. مسلسل وداعا. باي باي مسلسل. مسلسل بيحكي عن ماساه الطائره الاثيوبيه ويمكن لانه بيحكي عن ماساه اجى اداء الممثلين والكاتب على مستوى هيدي الماساه. مأساة بالدراما مثل ما اجى مين يعمل مسلسل عن مأساة الطائرة الأثيوبية لازم حدا يعمل مسلسل عن مأساة الدراما اللبنانية. أول ملاحظات على المسلسل بتبلش من الجينيريك. الألقاب بالفن درجة بس بجينيريك مسلسل أكتر شيء سمع فيه بحياتي كان الفنان القدير. كنت أضحك هالموضوع بس إنه هلأ إنه النجم المتميز
ما هو انه في نجم مش متميز ما ترقق كمان مش نجم مش صار نجم متميز هو كان نجم كان شبه نجم نجم صار نجم متميز بكره سوبر نجم هلا في نوع ثاني من النجوم بيجي هو نجم سينمائي ما بعرف كيف يعني بس انه بيجي اهم متميز بيجي على بيديكيول يعني ما بعرف ونجم على بيديكيول بيجي على بيديكيول هاي بس لا كله كوم والكبير عصام الشناوي كوم ما لا ما انتبه ما قالوا النجم الكبير قالوا الكبير ايه يعني طب معقول يا الله طب معقول هسه حدا في شايف انت مثلا ذا ستار نيكولاس كيج ذا بيج ستار ارنولد شو هذا ذا سينماتوجرافي ذا سينماتوجرافي ستار بروس النجم السينمائي سينماتوجرافي ستار بروس ويليس انتبه لانه بروس بيعمل كده مسلسلات ما بدي اتخلبط هذا مازن معظم حسب الجنريك نجم انه منه نجم متميز مثل فادي ابراهيم ومجدي مشموشي بس اذا اشتغل على حاله يعني بيصير متميز يوصل الصبي موهوب مسلسل وصلنا فكره مؤثره ركز عليها الكاتب انه كل اهالي الضحايا كان حاسسهم قلبهم كلهم كان حاسسهم قلبهم انه الطياره حتوقع سمعت بالعاصفه يلي واصله بكره على لبنان ايه سمعت عنها شو اول مره بيجي عواصف على لبنان لا بس انا خايفه على مصطفى من هالعاصفه بالذات قرب شوف العاصفه قد ايه عم تقوى برضاي عليك ابني اجل كمان الليله سفرتك يمي ما بقى فيي اتاخر لازم سافر بس مش قادر اترك البيت قبل ما اشوف بسمه الرضا على شفافك شو اقولك ما رح ياجلوا موعد الطياره ما بعتقد الشتي بتاثر على الطيران هيثم طمني كيف الطقس ببيروت شتي كثير هيدي اللي انا يا تعطير بدك تلاقي طريقه انه نقنعه ما يسافر الليله كلهم ثاقبت عم بيقنعوا أولادهم أنه ما يسافروا أنا بس بدي أقول شغلي جدياً أنا مضايق على أهالي الضحايا لا عن جد فعلياً أنا كتير مضايق على أهالي الضحايا كيف جسد هذا المسلسل كفي في شيء كتير مهم بالمسلسل شوفوا رقبوا بيتر سمعان عم يجرب يكون مصطفى الجنوبي عن جد شي رائع غريب ليش ما كتبوا له النجم المتميز مع أنه كتير متميز كجنوبي يعني يا حياة الكراج ما بعيشنيش أنا وبيي بعدين ما تنسيش انه الشغل كتير خفيف هالايام والناس ما انتوفي انجق معها حق لقمة الخبز طب اذا انت نسيتي انا ما نسيتش يعني اداء بيتر تحسه عشوائي بيشبه احداث سبع ايار يعني انه ما عم بفهم كيف قالوا قاعد هو وصاحبته على الشط وبلش سور اللي بالقلب التراب العبد الارز وينك يا بنتي انا شغلي تشحش حدا بيحكي هيك ما ايمن بيتر سمعان شوفوا ردة هالفعل بالمشهد شو طبيعية شو في يا ماما؟ شو في يا بابا؟ وقعت الطيارة بالغطاس يا لوران وقعت الطيارة بخيّة شو؟ وقعت الطيارة؟ هتلع على الخبرية الحلو بالمسلسل انه ترك هامش للضحكة وهذا الشيء ببكي لأنه الحديث غير حقيقي وحول الأشخاص الحقيقيين لشخصيات بمسلسل لبناني متصنع يا عم وين صرتوا؟ برد الأكل وليه خليتيه يبرد يا ماما؟ دوري له شفاج دير بالك على حالك وبعد عن الشر وغني له ما المشكلة يا بيي انه صوتي مش حلو وما بعرف غني هذا المرة عن جد لك قلبي اللي عم يبكي وبعتن ايميل على عيونك كل مرة بتضحك لي لا اله الا الله نكد بضحكه هذا المسلسل كان لازم يكون أقرب إلى الوثائقي والبحث اللي المفروض يكون معمول هذا إذا كان عاملين أي بحث المفروض يكون عم بيجسد ويوسع الأحداث بطريقة واقعية لتنحفظ بأرشيف لبنان نحن بنتمنى من أهالي الضحايا أنهم يطالبوا بوقف المسلسل اللي عم بيشوه ذكراهم ذكرى أحبائهم ويسخف الأحداث عبر إنتاج بعد أقرب للهواة هذا الإنتاج حرام وعيب أنه حدا يقبل يتوثق هيك حدث بهيك طريقة لأنه بعدين حيسمع حاله أي هوى بأنه ينتج ويوسع أحداث بتاريخ لبنان أو شخصيات عظيمة بهذه الطريقة مثل ما صار من قبل بمسلسل جبران ما عرفت أذكره أكيد لا تصور أنه جبران الفيلسوف اللبناني العالمي اللي أثر بملايين من الطلاب حول العالم قدر المنتج اللبناني يسخف قيمته وحياته وهذا الشيء مش ممكن نقبل فيه بعد هلأ نو 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 ليك صغير وبنرجع بعد الإعلان أبو طلال ليه عندك هالحقد على الدراما اللبنانية خيبة انت بس معقول شايف طب تصور بقى عم يعملوا عن قصة حياتك تصور هاي الممثلين بعدين بكرة بعد تصير عمرك 90 سنة عاملين انا ما حكيت عن قصة حياتي مان انا مين انا فؤاد كان يضحك مثل الطبل ايه حلوة انا
بهيك ظروف ما بيشتغل مخرج، بهيك ظروف ما بيشتغل. هذيك المرة تأخر فهمنا وفايت لي بقصة ما إلا أول ما لا آخر. هالمرة كمان مع 20 واحد ناطره طيب. ما تقول لي روق، ما تقول لي روق، ما معقول هيك يا خيي مش جي. أبو طلال شو صاير لك؟ هب استاذ نطي لك نطة يا بطة، نطي لك نطة. الأمر ليه؟ فؤاد يا فؤاد. عاد يا بني ادم شو؟ شو اسمك تنحت؟ لك شو؟ شو شو؟ لك شو هيدا؟ البلد كله هون، الوطن كله هون، خلص قعدنا ابو طلال قعدنا شو عاد؟ بس حقيقة كيف لقيت لي الوهرة بتاعتي؟ كثير قوية الوهرة يعني شو صار بعمل عميد انا؟ ايه اكيد بس شو فوتك على الدرك انت؟ يا خي اضيح عيشي احسن ايه؟ وخدمة على الدوام ايه؟ ومعاش وبولوس واخر الشهر يعني احسن على اي ما باخذه بالدفع الجماعة ايه؟ شو مثل يعني ابو طلال مبسوط يعني كيف حاسس حياة حلوة مغامرات كثير كثير لفظي لايف يا فؤاد والله خبرني خبرني شو عم بيصير معك شو بدي اخبرك من اول ما فتت مرتاح عرفت فؤاد من اول ثلاث ايام صار معي احداث كثير كبيرة من اول ثلاث ايام اول ثلاث ايام اول حادثة صار الثاني يوم كامش المجرم انا قمشته وهربته ليه هربته؟ ما طلع ابن صاحبه يا الوزير اوكي ما فيناش نعمل معه شيء قلت له يلا ترمله اوكي عرفت؟ هلا ها انا اعطيت الامر يا العناصر انه ينزلوا على الارض بالداون تاون دوريا انت اعطيت امر؟ شو مرتين نهار تعطي اوامر؟ فؤاد انا بؤمن ما بنأمر بتؤمن ما بتنأمر ايه انا بؤمن ما بنأمر فؤاد عراس والله عراس بحكي عربي بتؤمن ما بتنأمر لك فؤاد لك فؤاد بدي اقول لك كلمه مهمه طلع منيح وشوف بعيونك شو لابس احسن ما نقضي كل حياتنا عم ننظف حمامات رومي انا وياك خلص فؤاد نزلوا العناصر على الارض اعطيت الامر انا انت فلان هون انت فلان هون انت فلان قسمتهم لفت عم بوز الرانج وقربت لعنده طب انت مش خايفين ما قلت للعناصر يجوا معك اخي ما انا صرخت ايها العسكر ايه بس ما ملتهيين ببقى واتساب كلهم ما حدا اجى صفيت وقفت على باب الباب الجيب قلت له خبطت على الازاز قلت له افتح الشباك ولا ما حدا عبر لانه في ماء ما هو عتمي جوا ايه في ماء يعني لا مش في ماء عتمي هن عندهم عتمي مش ما بتشوف شيء اسود جوا عتمي غبره غباش اوكي جوا اوكي رجعت انا صرخت قلت له افتح الشباك ولا عطيت الوهرة بقوم بشق الشباك هو بينزل الشباك شوف انا شو يا فؤاد ارعى جي قلت الميماتي لا تمام سلام لا منير الحافي لا واذ مين بيطلع مين بيطلع وليد باغ زنبلاط بتطلع فيه انا هيك بصفر اول شيء حذرت انا قلت له شايفك على التلفزيون قال لي ما عرفتني قلت له مبلا قربت تنحل انت يا قربت تنحل يا بسمة وطن واذ بقول لي انا وليد باغ زنبلاط يا عسكري انا هان حكمتني رشفه وعشوي حقن لواء بتعرف انت وليد باغ زنبلاط يعني شو قلت له وين شي قلت له استاذ وليد بس مش عن تنتي عن تن انه الحزام يؤمن صحتكم يعني بيحميكم قوم يا وليد باغ سيل الكف والدعني اياه وغبشت الدنيا فؤاد ما عاد شفت شي شفتي وقعت على الارض من الكف اف طبعا هان خمس اصابع شو بدي اقول له قلت له اذا الحزام بضايقك بلا اذا حزام الامام بداي اقبلها خي ما تحطه بلا اذا بيستفزك هالقد طيب تعلمت انت شي درس يعني من هال هو قال لي فؤاد صف على اليمين قال لي انت يا عسكري علمتني درس مش حنساه كل حياتي قلت له انت يا وليد باغ زنبلاط علمتني بكف مش حنساه يا ولد الولد حلو طيب شو الدرس اللي تعلمته؟ ها؟ شو الدرس اللي تعلمته من القصه؟ حقول لك انا x over y times sigma radical equal times times اوميجا اوفر لامدا وما تسالني عن شيء عشان هيدا هو الدرس غلط بعضه فش هذا تعلم حلو ابو طلال هلا بس لانه بس نحكي على جنب يعني شو صار بقصه الشيخ وما الشيخ هذيك الجنب وايش يا خيي الشيخ مصعد انور حطينا فيديو بالغلط قامت القيامه ولم تقعد الشيخ مسعد انور بنعتذر منك طلع مش الشيخ اللي عم يحكي الحكي طلع عم ينطق هذا الحكي انا درقي هلا بفقع ظبط يعني بهدلك فيه فاني ظبط لالي؟ ايه ظبط كبير لك هالوهره لك حط لي نشيد وطني يظهر عليه أما هلا بنبقى مع الصفحه الطائفيه المسيحيين بإيواهم بفوتوا المسيحيين على الإدارة لأنه بيعتبروها غريبة عنهم فالمسيحيين تكون كلمتهم فيها لأنه المسيحيين رجعوا إلى السلطة رجعوا يلعبوا دورهم لما بينخفت الدور المسيحي لبنان ببطل لبنان اللي هو العنصر المسيحي بيهدد المسيحيين بلبنان
على القليل نحن المسيحيين بين بعضنا. هلا نبقى مع نشطة الطايس والزميلة بوسي مولع. هاي تالو جايز، كتير اشتقت لكم. كيف كان دبي؟ جايز دبي بلد واو 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 واو، شو حلو عن جد بلد العالم كتير فريش، بيدلسوا هيك ابيض لونج دريسز، كتير مرتاحين مع حالهم، ذير سكشواليتي، والعالم هونيك كتير بحبونا، بيدلوا الشباب هونيك بدهم يدفعوا لنا مصاري للبنانيه. حتى مره شموتي دون ان تاكسي، طلع في هيك قال لي كل الشباب بيسألوا عن البنات اللبنانية، عم تتخيل؟ واش واحد محبولنا كثير عن جد، I can't believe it guys. أنا لازم بعتقد بعد فؤاد هونيك جبنا شوية مصاري للبروجرام. أنا I'll take one for the team. أكيد you'll take one for the team and you'll be happy. هذا الأسبوع فإذا الشبيبة هون الدرك عم يتطلعوا على مؤخرة هذه المواطنة اللي قاطعة كانت. إيه ركز شباب. هنشوف اللقطة الثانية. اوكي هون في يافطة بتقول تنبيه لجميع المواطنين والسكان خاصة العمال الأجانب والنازحين السوريين، وجوب عدم التجمع بالأماكن العامة والمرور على الطرقات بعد الساعة 9 مساء، وذلك تحت طائرة الملاحقة القانونية بلدية بصليم. ما بعرف شو هي الملاحقة القانونية اللي بدها تصير، بس هي يافطة منها عنصرية، عم تتمشى بعد التسعة بالليل. ايه هدموا، ما بحق لهم يتمشوا بعد التسعة بالليل. يقبرني انا بحق انت اللي بتقولي بس انت قولي انت بحق لك انت. خلص هذه كانت حلقتنا للاسبوع، اذا حابين زيدونا على فيسبوك ونشوفوا صور جديدة ولقطة الاسبوع لبوسي مولع كمان على فيسبوك، زيدونا على بيج فيسبوك وتويتر. ملتقينا الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. باي 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 يا هاني انتي. باي سلام. باي. مش رايحين مع بعض؟ لا لا. طيب خلينا هيك. So tonight, this is how I'd like to begin. My name is Barack Obama. My mother was born in Kansas. My father was born in Kenya. And I was born, of course, in Hawaii. In 2009, I took office in the face of some enormous challenges. Now, some have said I blame too many problems on my predecessor, but let's not forget that's a practice that was initiated by George W. Bush. Since then, Congress and I have certainly had our differences, yet I've tried to be civil, to not take any cheap shots. And that's why I want to especially thank all the members who took a break from their exhausting schedule of not passing any laws to be here tonight. Let's give them a big round of applause. 4 years ago, I looked like this. Today, I look like this. And 4 years from now, I will look like this.